نحن في تلفزيون الآن كنا قد تطرقنا لهذا الموضوع وأنتجنا وثائقيا باسم الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن. تناولنا فيه أيضا أساليب الحرس الثوري الملتوية في تضليل الرقابة الدورية في البحار المطلة على اليمن، والتي كان أبرزها إطفاء أجهزة الملاحة الخاصة بالسفن وهي في عرض البحر لتصبح غير مرئية بالنسبة لأجهزة رصد الملاحة العالمية، فيتمكن فيلق القدس خلال مدة إطفاء أجهزة خلال مدة يتمكن من إطفاء أجهزة التعقب بإيصال الحمولة المحظورة من الأسلحة إلى أي منطقة، وهذا ما يحمل القائمين على السفينة مسؤولية قانونية إذا ما تم كشف التحركات التي حصلت. يعني الآن السفينة تكون ملتزمة برحلة مثلا توصل المكلة بتاريخ كده، تاريخ مثلا 8/8 في خلال هذه اللحظة فقدنا الاتصال من كابتن الباخرة، أغلق لقى سويتش أوف للأجهزة حقه وكل حاجة. بعدين تم إعادة فتح الجهاز. طبعا في دفتر موجود في الباخرة اسمه اللوج بوك، هذا اللوج بوك يحدد الستيتمنت حركة الباخرة من مغادرتها إلى مين الوصول. ممكن تخرج لجنة من الـ من الـ من الباخرة، من الوكيل الباخرة، من ملاك الباخرة، من الميناء، من الشؤون البحرية، يلقي فحص على اللوج بوك اللي موجود، هذا الكتاب اللي موجود في ظهره يحدد حركة السفينة.